وهذا سائل يقول: سافرت من الرياض إلى جدة وفي نيتي العمرة فلم أحرم من الميقات، فالبعض قال لي عليك دم لأهل مكة، والبعض قال ليس عليك شيء لجهلك بالحكم، فإن كان علينا دم فأين أؤديه أم أؤجله لوقت الحج؟ هذا الذي قال لك ليس عليك دم هو الجاهل، هذا جاهل ما يجوز له يفتي. عليك دم يا أخي لأنك تعديت الميقات وأنت ناوي العمرة من الرياض، تعديت الميقات وأحرمت من جدة، عليك دم، عليك فدية جبران عن هذا النقص، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإذا لم تستطع صم 10 أيام. نعم.